صباح الخير جوجو، وين رايحين؟ هاي كلها تجهيزات الدولمة المتعبة. لفينا الدولمة، هسه لازم نغسل مواعينها. ان شاء الله هتجربوها وتنال اعجابكم. واطيب شيء هاي. صباح الخير جوجو، وين رايحين؟ للمدرسة. يلا. سوسو صباح الخير، وين رايحة؟ سوسو وين رايحة؟ نودي جوجو للمدرسة. يلا سوسو. صباح الخير متابعين الكرام، شلونكم وشو صحتكم؟ ان شاء الله الكل بخير وصحة وتمام العافية. احنا عندنا دنيا صبح، بعد اللي عنده دنيا ليل فمساء الخير. هاي هسه احنا ماخذين جينا للمدرسة. جوجو لا توقعين حبيبتي، جوجو لا توقعين. يلا يلا. الدنيا كلش واردة عندنا. هاي يومي طريق الروحة للمدرسة تقريبا 20 دقيقة. اودي جنة وارجع للبيت. سارة لازم اخذها وياي الصبح لان ما يبقى عندي احد بالبيت، فالصبح اخذها وياي. بس الظهر من اروح اجيب جنة، اخواتها الكبار يرجعون من المدرسة قبل موعد طلعة جنة من المدرسة، فالظهر سارة تبقى مرتاحة بالبيت. بس خطية الصبح شوية تتبهذل، هقعدها وياهم من الصبح. هاي الأهالي راجعة هسه للبيت، وصلنا الجهال واحنا راجعين للبيت. شوف ايش عندنا شغل عمل اليوم، خليكم وياي ان شاء الله نهاية الفيديو. هاي تجهيزات الدولمة اليوم. هاي هنا أنا عندي الشجر، الباذنجان، هذا عندي فلفل، وهنا أنا البصل. هذا كله حفرت الشجر والباذنجان. هذا الحفر ماله اللي راح اثرمه واخليه ويا الحشوه. هنا أنا عندي المعدنوس، وهاي هنا أنا طماطه وبصل وكم سنثوم راح اخلي وياها. عندي الباقله راح اخليها باسفل الجدر. خليكم ويانا وبتحضيرات الدولمة لهذا اليوم. هذا هنا أنا عندي لحم غنم مثروم ويليه، شوفون، وثارمته أني بالإيد يعني مو بالماكينة. هسه إن شاء الله راح نبدي نثرم هاي المواد ونخليها على اللحم، ونغسل كوبين تمن نخليها فوقها، وإن شاء الله نشوف طريقة تحضير الدولمة. هسه هنا أنا عندي هذا كوبين تمن، خذت بهذا القياس كوبين تمن. وهاي هنا أنا بعد ما ثرمت كل المواد وياها اللحم والبصل والثوم، هاي كلها انثرمت. هاي هنا أنا عندي حبتين بوتيتا حتى أخليها بأسفل الجدر ويا العضود. وهذا السلق شوية نقعته بمي حار
لان شوية السلق يكون قوي عندنا، فنقعت شوية بماي حار وجهزته. وهاي الباقي اللي نخليها ويا البوتياتا باسفل الجدر. هسه ان شاء الله خلي اغسل التمن، التمن ما راح انقعه بس راح اغسله. هسه ان شاء الله راح اغسل التمن واضيفه على الحشوة. هاي كلها تجهيزات الدولمة المتعبة، بس دائما النتيجة تطلع كلش طيبة. العراقيين احنا كلتنا نحب الدولمة. بس هنا عندي هذا التمن بعد ما غسلته خليته على الحشوة. بالنسبة للصلصة اللي راح اخليها، هاي هنا عندي كوب ونص من تمر الهند، كوب ونص من تمر الهند راح اضيف عليه شوية زيت، شوية زيت تقريبا ربع كوب. ما خليت هواية زيت لان انا عندي اللحم بهواية شحم، فقللت من كمية الزيت. هنا عندي راح اضيف تقريبا نصف ملعقة كوب من الكاري، هذا كاري مو حار يعني كاري بارد، كمية قليلة لان اكو نوع ثاني من الكاري، الكاري الهندي يكون حار، هذا انا مختارته الكاري البارد. وقليل من البابريكا، قليل من الدارسين، وشوية سبع بهارات، عندي رشة ليمون دوزي. نحبها حامضة بالبيت. وملعقة أكلة من الملح. وعندي هنا دبس الرمان، هذا دبس الرمان. تقريبا ملعقة أكل ونص. أخلط هاي المكونات كلها وأضيفها على الحشوة. نسيت أضيف قليل من الفلفل الأسود. وعندي أخلط هاي المكونات، ملعقتين أكل معجون طماطة، هاي واحدة وهاي اثنين، أخلطها هسه وأضيفها على الحشوة. هسه راح أضيفها على الحشوة. واخلص هاي الحشوة. هاي بجدرية خليت العضود مال السلك، وهاي هنا انا خليت عندي بوتياتا شوية من هاي الباقلة اسفل الجذر قليل. هسه عندي راح ابدي الف الخضرة بالبداية. ها هنا أنا عندي بعد ما لفيت الخضرة بالبداية راح أخلي عليها طبقة من الباقلة بهالشكل. هسه إن شاء الله راح نبدي نلف، السلق. أكمل وأرجع لكم. بعد ما كملت لف السلق وخليت طبقة من الباقلة، بقت عندي حشوة. طلعت ورق عنب، أنا دائما أحتفظ بورق العنب عندي بالفريز. كملت بيه لف الحشوة اللي بقت. هسه إن شاء الله راح أصف ورق العنب كله فوق هاي طبقة الباقلة حتى نخلي كمية السائل اللي راح نطبخ بيه الدولمة. هاي بعد ما صفيته هنا انا خالة كوب ونص تمر الهند بالبداية ويا الحشوة. هسه هنا انا عندي هذا كوب مي خليته بنفس الطاسة اللي كنت حاطة بيها الحشوة حتى كل المواد اللي كانت ويا الحشوة تبقى بيه.
راح اضيف عليه تقريبا ملعقتين اكل من دبس الرمان. وملعقة اكل من معجون الطماطة. اخلطها هاي واضيفها على الجذرية. هسه عندي راح ابدي اضيفها عليه. هسه اخلي عليها معون هالشكل وخليها على الطباخ. هسه انا جبتها خليتها على الطباخ اول مرة على نار عالية، بس شوية تبدي تغلي نصي عليها الطباخ وخليها على نار هادئة الى ان تستوي بالكامل، تقريبا تاخذ ساعة الى ساعة ونص على نار هادية. لفينا الدوام وهسه لازم نغسل مواعينها. هاي عندي هسه دوامة تتفور بهالشكل، راح انصي عليها الطباخ وخليها على نار هادئة جدا الى ان تستوي بالكامل. هاي الدوامة هسه استوت، ان شاء الله هسه راح اصبها بالصينية احنا ناكلها وانتم سهمكم العافية. وهاي دولمتنا بعد ما صبيناها بالصينية، دولمة ولا أطيب ولا أروع، حامضة حلوة دهينة تخبل يعني طعمها فتشي روعة. وبالنسبة لهاي البوتيتا والعضود والباقلة اللاشعة بأسفل الجذر، هاي بعد يكون طعمها أطيب من الدولمة نفسها. الكل بالبيت يتعارك على هاي الجذرية. إن شاء الله هتجربون هاي الطريقة وتنال إعجابكم وتاكلوها بألف عافية. ألتقيكم بخير وعلى خير بالفيديو القادم، ومع السلامة.